رسالة لإخواننا التوانسة من أوروبا هنا. أنا مصر طبعا، سبت مصر بعد اللي حصل يعني في مصر طبعا، بس عايز أقول لكم حاجة حلوة أوي يعني، افتكروا الكلمتين دول، ما هو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، يعني المثل بيقول كده يعني. هات ورقة وقلم، كل تونسي فرحان باللي بيحصل ده، هات ورقة وقلم واكتب الأسعار اللي موجودة دلوقتي والحريات اللي موجودة دلوقتي وقارنها كمان كام سنة كده وشوف الوضع ده. انتوا هتضربوا نفسكم بالجزم، بالجزم هتضربوا نفسكم والله وبالشفا، ما دام انتوا عايزين كده خلاص، هي دي الديمقراطية. واحد عايز ياكل خرا، الديمقراطية لازم ياكل، بياكله خرا، لازم ناكله خرا، ادام في ديمقراطية بالشكل ده خلاص يا باشا. انت عايز تاكل خرا، نفسك اللي نفسك فيها هتلاقيه،